بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعظم سلطانه. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قالوا إن منكم وجلون. قالوا لا توجل. الملائكة ما نعرفوش عددها وحنا ما يهمناش الأعداد، يهمنا الواقع كرام سيدنا إبراهيم عليه السلام واستبشار هو وزوجته. ملا كبر سنهم فشبه ملا كانوا خلف وراهم فكرة اللي مش ينجب، لكن الله سبحانه وتعالى يكرم أهله خاصة خليله وامرأته عليهم السلام، يكرمهم من حيث لا يعلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وينكم أنتم؟ هل عندكم رزق لم تحتسبوه؟ أنتم بالعكس الرزق متاعكم ما لا نهب كذب خبث، نسأل الله السلامة.